هو الجمهور المثالي بالنسبة لك؟ يعني لما بتروحي حفلة في بلاد عربية ولا بلاد أوروبية ولا هنا في موطنك مصر، ايه هو الجمهور المثالي بالنسبة لك؟ انا اكتر حاجه بحبها في الجمهور، اول حاجه قبل ما اطلع على الستيج انا ببقى مرعوبه، يعني ببقى انسانه تانية، كاني في امتحان، ببقى يعني دايما اللي يشوفني قبل الحفله ما يشوفنيش بعد، ببقى خايفه وبقرا قران يعني ما بحبش اشوف الناس اول قبل ما اطلع، يعني اول ما اطلع كده ما ابصش لحد خالص. ممكن بعد تاني او تالت حاجه لما الناس تبتدي تكلمني ابتدي ابص وابتدي اتعامل، بس اول ما الاقي الجمهور مبتسم في وشي دي احلى حاجه عندي في الدنيا، بالحياه كلها، لان انا بحس ان هم الحمد لله ان هم مستمتعين يعني. لكن لو لقيت حد مكسر ممكن ابقى ما بسكتش بقى، اقول له انت مكسر ليه؟ فيقول لي لا والله ده انا كده مثلا. انا اللي كده يا بنتي، صعب جدا ان احنا ما نبتسمش ونتفاعل معاكي، بحس ان انت فراشه كده قاعده بتبص لينا، وطريقه ادائك بجد بتخلي بتحركينا، تلاقينا احنا كمان قاعدين نعمل كده. طب كلميني بقى على الموسيقى الجديده اللي هتسمعها لنا النهارده. انا بقى بعمل حاجه كده، يعني انا كان نفسي حتى يبقى الموضوع متاح اكتر، بحب اعمل حاجات امزج المارينبا كآلة غربيه بآلات شرقي، لان انا بحس دايما ان في التضاد ده بيعمل طعم مختلف. فالنهارده هقدم موسيقى اسمها صعيدي للدكتور جمال سلامه، هو كان عاملها لي المارينبا بقى. ده قمه التضاد الاوروبي والصعيدي مع بعض. فهو عاملها لي المارينبا، بس انا لما جيت العبها فكرت ليه هي موسيقى صعيدي برتم صعيدي، ليه ما دخلش فيها الطبل البلدي، المزمار، الربابه؟ فابتديت اعمل التوليفه دي، والحمد لله الناس حبتها جدا، يعني بعمل كده وبعمل غنى صعيدي، وبجيب مثلا اخر حفله جبت اله عامله زي المارينبا كده بس الاله القديمه الافريقيه، حاجه اسمها الرانجو، وجبت عازف جميل جدا هو اللي بيعزفها في مصر، وكان تبع استاذ زكريا، هو عامل مهتم بكل ما يتعلق بالقديم، بالتنوره والحاجات اللي هي احياء التراث الفني الجميل ده. فعملتها المارينبا الجديده مع المارينبا الجديده مع القديمه، الصوتين مختلفين، يعني الواحد لما يعرف دي كانت كده، دي كانت حجاره ومطلعه الصوت ده، وبقت كده مع تطور الزمن وكده. فبحس دايما الحاجات دي بتوري الناس معلومه، وفي نفس الوقت بتعمل لون موسيقي جميل. فان شاء الله النهارده نسمع بقى اللي هي الصعيدي دي، اللي هي التوليفه بين المارينبا والطبل البلدي. يا نسمه، وده هيكون مسك الختام. انا بشكر طبعا نسمه من كل قلبي، وبشكر كل ضيوفي من الشباب الموهوبين، وان شاء الله نشوفهم كده بعد سنه ولا اتنين نجوم ليهم حفلات واعمال ناجحه ان شاء الله، ويطلع منهم الجديد المبهر اللي يقدر يغير صوره الفن ويصنع باسلوبه شكل جديد من الابداع. شكرا ليكي، وهنسمع الصعيدي. الى اللقاء. معانا طبعا الرئيس سيد والرئيس حسين. اهلا وسهلا.